تعلموا كيفاش تدخلوا فلوس، اي حاجه دخلكم فلوس شاركوا فيها، اعملوها ميسالش اي حاجه. تصوروا انتم درج دخل بها 3 ملايين تليفون حق تليفون، درج عباد يخدموا 3 شهور باش دخلوا 3 ملايين، شريتهم مليون هذيا كان واحد ترسم وكل شيء. دونك يا جماعه انت تويك علاش باخل، ادخل بكونت امك كونت بوك كونت خوك، ادخل شارك بعيدك الكل. فهمتوني كل حاجه تدخل، فهمت فيها التدخيل ميسالش نقبلوه عادي، المهم دخل عباد في 3 شهور باش دخل 3 ملايين، فهمتني؟ نيك عليهم 4 شهور انا ولا 5، نشوف ندخلها نشوف ليه. اما يتموت على التدخيل، كل شيء حاجه في التدخيل دخل. اسمع كان دخل غدوه 9 متاع الليل باش نحل ديريكت ونحط التليفون ونبدا نختار 5 من الناس باش ياخذوا 5 ايفونات هذوما. اخر فرصه الليله، راه ما تعرفش اسمك يطلع لي. يا بنتي شارك بكونت امك، يا ولدي شارك بكونت بوك خوك عمك جارك، اي تعرفش كيفاش بالله اعمل حتى فو بروفيل يشاركوا منه. الحمد لله طورنا يا ابو قلب، من بعد التدخيل تو حلان قاتلك الخمسة نحل، فهمت؟ شارك قاتلك كونت بوك عمك جدك فو بروفيل، المهم بالله شاركوا، المهم راهو مع الحلان تدخيل وخمسة ايفونات يا ابو قلب. لا ايفون لا اثنين لا ثلاثة لا اربعة، خمسة. الربح معانا ديما رابحين الحمد لله يا ربي. حلو وندخلوا وربي يفرج علينا، قال لك دخل خرج ربي يفرج الحمد لله. بالك في بالك لهما جو عينينا كيفكم مشتاقة، فهمنا عشنا دقداقة جرينا الباقة والناقة، وانت اللي كيفك يصب يعشق زملاء وكنب، انت اللي عايط لي في عركة بعد في بالك لهما جو نعلق الزملاء هذوما والكتب عندك كتاب من تالي ما شاء الله. قلت لك زرين الباقة، ما بتبيع تجري الباقة يا مال، ما لا باقة حتى يجري ومش يقطعوا لك الجعب نتاعك. آه يا قلبي، ما لا كتاب عليه، كتاب قراءة